جلسة الخميس جلسة نهاية الأسبوع عدم تأثر أداء المؤشرات بالحظر الجزئي اللي تحدث عنه السيد رئيس الوزراء أمس لتشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من سرعة انتشار وباء كورونا. طبعا والاستعداد لفترة الأعياد اللي هتبتدي إن شاء الله من يوم الأربعاء القادم عيد الفطر المبارك. والبنك المركزي أعلن إن هيبقى الأجازة لمدة 4 أيام على إن عاود تاني العمل ابتداء من يوم الأحد القادم. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 67% وهيتقاضى ب 70 نقطة ليصل إلى 10582 نقطة، كما ارتفع المؤشر 70 بنسبة 54% وهيتقاضى ب 12 نقطة ليصل إلى 2135 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى المؤشر 100 الأوسع نطاقا بنسبة 59% وتقاضى ب 18 نقطة ليصل إلى 3055 نقطة. تم التداول على 179 شركة، الرابحون 78 الخاسرون 46. أما عن فئات جنسات المتعاملين فقد مال العرب والمؤسسات نحو الشراء، فيما مال المصريين والأجانب والأفراد نحو البيع. وسط تداولات فعلية تصل إلى مليار جنيه في نهاية الجلسة، أما التداولات الإجمالية فقد تصل إلى أكثر من 4 مليار جنيه. وخلال جلسات الأسبوع شفنا أن المؤشرات كان فيها تباين، ولكن ابتداء من جلسة الأمس الأربعاء ابتدى المؤشر الرئيسي يتوجه إلى المنطقة الخضراء، كان يعني معتقد أن هو ينزل لغاية 10100 نقطة. ولكن بأداء المؤسسات سواء عربية أو مصرية أو أجنبية ابتدت تضخ السيولة، ابتدى المؤشر يرتفع ارتفاعات تدريجية حتى وصل إلى يعني حدود 10500 نقطة، وهي نقطة دعم رئيسية ممكن يعلى في خلال الفترة القادمة إلى نقاط أعلى. بس لازم نحط في اعتبارنا حاجة، إن في فترة أعياد داخلة علينا، فلازم هيبقى في تخفيض لمراكز هامش وفي مراكز مديونية، فده هيحد من يعني تحركات المؤشر الرئيسي. المؤشرات الفرعية عليها أخبار إيجابية، في ناس بتتكلم على تخفيض أسعار الطاقة اللي هو هيبقى بعد عيد الفطر المبارك، عشان كده في ناس تم مراكز شرائية جيدة في هذه المؤشرات، عشان كده هي مستمرة في أدائها الإيجابي. في بعض الأخبار بتتعلق بأداء الشركات المقيدة في البورصة في خلال هذا الأسبوع، في شركات ابتدت تتوزع في أرباح، وفي شركات ابتدت يبقى في اكتتاب في أسهم منخفضة القيمة. وطبعا شفنا العديد من الشركات ابتدت نتائج اعمالها تظهر عن الربع الاول، اللي في منها نتائج مبشره بل انها بتنتهج سياسات نمو في الفترات القادمه. برضو عايزين نحط في اعتبارنا حاجه، ان فتره الاعياد هيبقى البورصه المصريه البورصات العربيه متوقفين في ذات الاوان، لان برضو هيبقى في المنطقه العربيه الاجازه تبتدي من يوم الاربعاء القادم. شفنا كمان ان في العديد من الشركات تدعو الجمعيات العموميه العاديه والغير عاديه لمناقشه خطط الاعمال، وفي منتظرين الفتره القادمه انعقاد مجلس اداره شركه مصر المقاصه، لان بعد هذا الانعقاد هيتم عمل الانتخابات الخاصه بالمقاصه. بالنسبه للاسبوع القادم اتوقع ان يبقى في تداولات، ولكن مش بالكثافه العاليه اللي تؤدي الى ارتفاع المؤشرات ارتفاعات قياسيه، هتكون برضه في نفس الحدود اللي هو شغال فيه فيها المؤشر في نطاقها العرضي ما بين نقاط دعم ونقاط مقاومة أقل من نقاط المقاومة السابقة. ممكن يحصل في وسط الأسبوع أخبار إيجابية عن بعض الشركات، فإحنا شفنا مثلا شركة الدخان كان في ارتفاع للأرباح، فابتدت التعاملات عليها بتزيد، ابتدت ترتفع سعر السهم حتى في جلسة من الجلسات عمل ارتفاع أكثر من 3%. كل الفترة الجاية تحركات على الأسهم الخبرية هيبقى أعلى كمان من التحركات على الأسهم العادية، لأن المتعاملين دلوقتي عرفوا خلاص إن هم إزاي بيعملوا المتغيرات، أما الاستثمار فهو يتبع الأسهم ذات الملاءة المالية الجيدة اللي بتعمل نتائج أعمال ممتازة وتوزيعات ربحية موفقة. نتمنى أسبوع أخضر بإذن الله الفترة القادمة، ونتمنى أن يعني يعم مصر الخير والأمان في يعني في فترة الأعياد، وكل سنة وكلنا